Time for English first term. Unit 4, visiting a film studio, زيارة استوديو الأفلام. Examples. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض present simple number 1. I always wear a wig. أنا دائما أرتدي الباروكة أو شعر مستعار. هنا عندي subject بتاعي I وعندي keyword اللي هي always بمعنى دائما. بعد كده جالي verb infinitive و a week اللي هي object بتاعي. لما يكون عندي I بعدها verb infinitive عندي all, you, we, they, plural noun بيكون عندي verb infinitive بعدهم. بتكلم على زمن present simple. present simple اللي هو زمن المضارع البسيط اللي بيعبر لي عن fact or habit. اول keyword هاخده معاكم النهاردة keyword بمعنى always او دائما، والحاجة دي بعملها 100% بنسبة 100%، يعني انا حاجة دائما بعملها. Example number 2, she usually puts on makeup. هي عادة المكياج. She subject بتاعي عندي هي she eat singular noun، هيجي لي بعدها verb plus s زي ما احنا شايفين، وعندي keyword بتاعتي usually بمعنى عادة، ودي بستخدمها بنسبة 80% بنسبة 80%، يعني الحاجة دي ممكن انا اعملها مرة ومرتين لا. Number 3, we sometimes talk on the phone. نحن احيانا نتحدث في التليفون. دي subject بتاعي we، واحنا اتفقنا ان after we, all, you, we, they plural noun يكون عندي verb infinitive، وهنا الفعل بتاعي talk verb في المصدر. وبعد كده keyword اللي هستخدمها sometimes معنى احيانا، ودي بتجيلي بنسبة 50% نسبة 50%، يعني الحاجة دي ممكن انا اعملها عدد معين من المرات ونص العدد ده تاني ما بعملهاش، يبقى انا بعملها بنسبة 50% من الفعل بتاعي. She often or often بنطقها often او often الاتنين صح. She often washes her car on Friday. هي غالبا بتغسل سيارتها يوم الجمعة. عندي subject بتاعي she after he she it singular noun يكون عندي verb plus s زي ما خدنا في أول مثال، أو verb plus es زي المثال بتاعنا. عندي wash أي فعل بتاعي بينتهي ب s s s s h c h بحط الفعل بتاعي في نهايته es. وعندي هنا الكيورد بتاعتي بمعنى often بمعنى غالبا، ودي بنسبة 70% 70%. علي carries his heavy bag. علي بيحمل حقيبته الثقيلة. عندي subject بتاعي علي وverb carry، وهنا عندي carries. عندي carry أصلا للفعل بينتهي بليتر واي، وقبل الواي consonant letter، يبقى أنا we remove واي هعزف الواي خالص and put I E S. أما الفعل بتاعي بينتهي بليتر واي وقبل الواي حرف ساكن هشيل واي وأحط I E S زي ما احنا شايفين قدامنا في الفعل. علي carries his heavy bag. I never drive a sport car. انا ابدا ما سوقتش عربية رياضية. انا عندي كلمة never بمعنى ابدا، وبتجيلي في الجملة تكون نيجاتيف، جملة منفية من غير ما احط فيها نقطة. ما ينفعش اقول I don't never، غلط، هقول I never على طول. الجملة هنا بتحمل معنى النفي من غير ما احط فيها نقطة. طبعا subject I هيجي لي بعدها verb infinitive فعل في المصدر، I never drive، انا ابدا ما سوقتش عربية رياضية. example بعد كده I don't wear glasses، انا لم ارد نظارة. هنا عندي النفي بتاعي. كل الجمل اللي احنا خدناها قبل كده كانت جمل affirmative، جمل في الاثبات. طب انا لو عايزة انفي present simple هنفي don't or doesn't. عندي I, you, we, they plural noun هنفي don't زي ما احنا شايفين I don't wear. After don't لازم يكون عندي verb infinitive فعل في المصدر. I don't wear glasses. أنا لا أرتدي نظارة. She doesn't listen to music. هي لا تسمع أو لا تستمع إلى الموسيقى. عندي she هنفي إيه؟ هنفي doesn't، ما ينفعش أنفي don't. عندي he she it singular noun هنفي doesn't، وبعد doesn't بيكون عندي verb infinitive فعل في المصدر. She doesn't listen to music. هي لم تستمع إلى الموسيقى. Grammar. The present simple tense زمن المضارع البسيط. قلت زمن المضارع البسيط بيعبر لي عن facts حقائق or habits or عادات أو عادات. All, you, we, they plural noun بيكون عندي بعدهم verb infinitive فعل في المصدر. All, you, we, they plural noun plus verb infinitive. He, she, singular noun. لو subject he, she, it or singular noun we put s, e, s, all, e, s. بحط الفعل بتاعي s او e, s او all, e, s.
امتى بحط اس؟ all the verbs في كل الافعال. امتى بحط اي اس؟ when the verb ends with s, 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 c, h, o او x. بحط للفعل بتاعي اي اس لما بينتهي الفعل بالنهايه من النهايات الخمسه اللي انا لسه قايلها. we put i e s. بحط للفعل بتاعي i e s when the verb ends with consonant plus y. لو الفعل بتاعي بينتهي بحرف ساكن وبعديه لتر واي. we remove y and put i e s. بشيل الواي خالص وبحط مكانها i e s. بعد كده عندي حاجة اسمها adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار، ال keywords اللي بتعبر لي عن present simple. احنا قلناهم واحنا بنشرح موجودين جوه الأمثلة ال keywords دي، وقلناهم بنسب معينة. النسب دي بتعبر عن قوة وجودهم داخل الجملة، يعني لو بتيجي دائما أو عادة أو غالبا أو أحيانا أو مش بتيجي خالص. زي عندي ايه؟ أول حاجة عندي always بمعنى دائما، يعني الحاجة دي دايما إن أنا بعملها بنسبة 100%، بنسبة 100%. usually غالبا بنسبة 80%، يعني الحاجة دي ممكن أعملها مرة ومرة لأ. بعد كده عندي often or often، قلت بمعنى غالبا، ودي بتجيلي بنسبة 70%، يعني الحاجة دي ممكن أعملها مرة ومرتين لأ. sometimes أحيانا 50%، يعني الحاجة دي ممكن أنا أعملها مرة وثلاث أربع مرات لأ. بعد كده عندي hardly ever، بصعوبة أو بالكاد او نادرا او قليلا ما، ودي بيجيلي ب 10% بنسبة 10%. واخر حاجة عندي never 0%، ودي حاجة بتستخدمها في النفي، يعني مش بتحصل خالص. وقلت ان انا الجملة اللي بيكون فيها never الجملة دي بتكون منفية من غير ما احط فيها not. negative or present simple نفي زمن المضارع البسيط، هنفي زي ما هشوف دلوقتي معايا. I, you, we, they plural noun plus don't verb infinitive، يعني ما تكون الجملة بتاعتي فيها subject I, you, we, they plural noun، بحط في النفي not don't وبعد كده بحط verb infinitive فعل في المصدر. he, she, it singular noun plus doesn't plus verb infinitive، لما يكون عندي subject بتاعي he, she, it singular noun بنفي ب doesn't وبعد doesn't بحط verb infinitive فعل في المصدر. Excel yourself، اختبر نفسك. rearrange you never do accident and have question mark. يلا حضرتك اتفضل رتب الجملة وريها بكرة ان شاء الله للميس بتاعتك في الفصل. thank you and goodbye.